تقع واحة ليوة تاريخية في الطرف الشمالي من صحراء الربع الخالي التي تعتبر أكبر صحراء رملية في العالم، وتستفيد الواحة من المياه الجوفية القريبة من السطح والتي دعمت بدورها الزراعة وتربية الحيوانات في الواحة على مدار الأجيال، وساعدت على وجود تباين بين بساتين النخيل الخضراء والكثبان الرملية الحمراء في كل مكان. تمتد واحة ليوة على شكل هلال من الشرق إلى الغرب لمسافة تزيد عن 100 كيلومتر، كما تتميز باحتوائها على مجموعة من أعظم الكثبان الرملية في العالم والتي يزيد ارتفاع معظمها عن 150 متر.